بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والطول والإنعام، حمدا نستنصر في سحائب الجود والفضل والإنعام، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من المعاصي والآثام، وأن يصلح لنا الظاهرة والباطنة مدى الليالي والأيام. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام. أما بعد، فإننا أيضا نواصل الكلام على بعض أمراض القلوب، وتكلمنا فيما مضى عن الحسد والعجب والرياء، ونخصص هذه الحلقة للكلام على نوع آخر من أمراض القلوب، وهو محبة المعاصي واستثقال الطاعات والخواطر الرديئة الشيطانية. فأما محبة المعاصي والآثام، هذا مرض أيضا قلبي، لأنه كما قيل كل ممنوع مرغوب، ولو لم يكن مرغوبا لما منع الناس منه. فالنفس في طبيعتها تهوى المعاصي وتهوى الحرام، وخصوصا المعاصي التي فيها لذة كالزنا ومقدماته واللواط ومقدماته إلى غير ذلك من المعاصي التي تميل إليها النفوس، كما أن النفوس البشرية أيضا تميل إلى التسلط على الناس وأذيتهم واحتقارهم. وكل هذه أمراض قلبية ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه منها. فالشخص الذي يميل بقلبه إلى بعض المعاصي، معلوم هذا المؤمن يقال له مكلف. وما معنى مكلف؟ أي أنه ملزوم بأشياء فيها كلفة وفيها تعب وفيها حاجة إلى الصبر، ولهذا قيل لها تكليف، وقيل للمؤمن المخاطب بها مكلف. فهو مكلف بهذه الأشياء مدى الحياة إلى أن يأتيه الموت، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولكن النفس البشرية ترغب فيها، وقد سلط الله على بني آدم الشيطان والنفس والهوى، وكلها تميل به إلى حب المعاصي وإلى حب الوقوع بالمعاصي. فيعيش المؤمن مدى الحياة في صراع بين إيمانه ودينه من ناحية، وبين نفسه وهواه وشيطانه من ناحية أخرى. فكيف الحل وكيف العلاج؟ لا حل ولا علاج إلا بالمجاهدة، بمجاهدة النفس. فأنت ما دمت حيا في جهاد، فلا بد هنا أن يجاهد الإنسان نفسه ويحارب محبة هذه الأشياء حتى يكرهها ويبغضها، وبحيث لا يميل قلبه إلا إلى الخير ولا يبغض إلا الشر. والنفس في طبيعتها يقال لها هي الأمارة بالسوء. قال سيدنا يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وتطلق النفس على عدة معاني نحو ثمانية، ولكن المراد بها هنا هي قوى الشر المجموعة في
في جسم الإنسان والتي تدعوه إلى مخالفة الدين. فهو إذا جاهدها وعوضها الخير تنتقل، بعد أن كانت أمارة بسوء تصير حينئذ مطمئنة، أي تطمئن للخير وتنفر من الشر. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإذا جاهدها تنتقل وتصير نفسا ملهمة، أي تلهم الخير وأهله وتبغض وتلهم بغض الشر وأهله. قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. فإذا جاهدها تنتقل حينئذ وتصير لوامة، أي تلومه على الخير وتشجعه، تلومه على الشر وتشجعه على الخير. قال تعالى: فلا أقسم بالنفس اللوامة. فترتيبها هكذا: أولا النفس الأمارة بالسوء، ثم النفس اللوامة، ثم النفس الملهمة، ثم النفس المطمئنة. فإذا جاهدها وثبت على جهادها تنتقل وتصير نفسا راضية. فإذا صارت راضية صارت مرضية، فإذا صارت مرضية تصير حينئذ كاملة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا الصالحون من هذه الأمة يهدون أنفسهم حتى تترقى نفوسهم وتصير مطمئنة راضية مرضية، فلا ترتاح ولا تفرح إلا بالأعمال الصالحة، ولا تبغض إلا المعاصي. وهذا ولا شك يحتاج إلى مدة وإلى جهاد. فإذا صارت نفس الإنسان هكذا حينئذ سهول عليه الخير وصعوبة عليه الشر. فبهذا يتغلب على شيطانه